أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آية، والشاهد لا بمماسه، والبائن لا بتراخي مسافه، والظاهر لا برؤيه، والباطن لا بلطافه. بان من الاشياء بالقهر لها والقدره عليها، وبانت الاشياء منه بالخضوع له والرجوع اليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، ولا زال الكلام في الاسطوره 32. أبطل باطل من أجهل جاهل، قال تدحض في بولك. قلنا في هذه الأسطورة عدة مقاطع ووصلنا إلى المقطع السابع. المقطع السابع قال ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي ذر أنه لم ير ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. أقول في صفحة 249 انتهى ما نقله ابن تيمية عن الدارمي، وقد أيده ابن تيمية في أن الأحاديث كانت في المنام، لكن ليس مطلقا، بل فقط أحاديث رأيت ربي التي كانت في المنام في المدينة، أما رؤية اليقظة بالفؤاد مرتين فقد ذكرها تيمية وأكد عليها، ونقل هذا عن ابن عباس في تفسير آية النجم. قال تيمية في صفحة 249 فعثمان بن سعيد الدارمي قد ذكر ما ذكر عن العلماء أن هذا كان في المنام بالمدينة. التفت جيدا أن هذا كان في المنام بالمدينة، لم يكن يقظة، مع تثبيته لهذه الأحاديث، ولم يجعل ذلك الحديث في مكة لأنه كان بالمدينة في المنام، إذ قد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول رآه بفؤاده مرتين. لاحظ، يريد أن يؤكد فقط أن هذا الكلام يخص الرواية التي حصلت في المدينة وهي في المنام، أما رؤية اليقظة باقي أنواع الرؤى، رؤية اليقظة بالفؤاد قال هذه غير مشمولة، ويؤكد هذا في الكلام، يقول إذ ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول رآه بفؤاده مرتين، ويذكر ذلك في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى كما في سورة النجم، وهذا يقول وهذا إنما كان بمكة. مر علينا بعض الكلام عما يخص رؤيا المدينة وما يخص الإسراء والمعراج والرؤيا في مكة. أقول فثبتوا هذه عندكم، فإنه بعد ثبوت رؤية اليقظة بالفؤاد فتكون كل الردود التي سجلها الدارمي وأقرها تيمية لا تصلح ولا تصلح للرد على المريسي أو الرازي أو غيرهما من الجهمية، لأن كلام الجهمية على أقل المحتملات فهو يشمل رؤية اليقظة إن صحت، وها هي ثابتة عند تيمية وأئمته
أيضا ثابتة عندهم ولمرتين على الأقل. هو الذي قال قال رآه بفؤاده مرتين. فإذا كان الجهمية إذا كان الرازي وباقي الجهمية أعطوا هذا الحل، أعطوا التأويل، أعطوا التفسير، أعطوا المعنى بناء على ثبوت رؤية اليقظة على أقل تقدير التي هي بالفؤاد، ونحن قلنا هم على كل الاحتمالات أعطوا التأويل سواء كانت رؤية يقظة بالعين أو يقظة بالفؤاد. وقلنا طائفة منهم يقولون حتى لو كانت رؤية في النوم في المنام أيضا نحتاج إلى التأويل. إذن أقول ثبتوا، فإنه بعد ثبت رؤية اليقظة بالفؤاد فتكون كل الردود التي سجلها الدارمي وأقرها تيمية لا تصلح ولا تصلح للرد على المريسي أو الرازي أو غيرهما من الجهمية، لأن كلام الجهمية على أقل المحتملات فهو يشمل رؤية اليقظة إن صحت وهي ثابتة عند تيمية وأئمته ولمرتين على الأقل. على الأقل ثبتت رؤية اليقظة بالفؤاد. إذن ولو ثبتت رؤية اليقظة بالفؤاد فإذن لا يتم كلام التيمية وأئمة التيمية على الرازي وعلى الجهمية، فلا يصح الرد على الجهمية بأنها كانت رؤيا منام لأنه ثبتت رؤية يقظة أيضا، ومع ثبوت رؤية اليقظة بالعين كما ثبتها ابن تيمية لاحقا، ونحن تحدثنا عنها أبلغ ما يقال، كما ثبتها ابن تيمية لاحقا تحت عنوان أبلغ ما يقال، فتكون المسألة أوضح فيبطل كل ما سجله أئمة التجسيم التيمي على أهل التقديس والتنزيه بزعم أن الرؤية كانت في المنام. هذا قلنا أقول أولا. الآن ثانيا أيضا قلنا ونكرر ونؤكد أن ما يقال ويسجل من إشكال على رؤية اليقظة فإنه يقال على رؤية النوم القذة بالقذة، وما يقال عن رؤية الدنيا يقال عن رؤية الآخرة، وما يقال عن رؤية الدنيا يقال عن رؤية الآخرة أو الرؤية في الآخرة. فعلى أهل التنزيه والتقديس من الأشاعرة والمعتزلة التحلي بالشجاعة والثقة بالنفس وبالحق التنزيهي الذي يتمسكون به فليعلنوها صراحة وللملأ جميعا أنهم وكما قال ابن تيمية نفسه أنكم ترفضون كل الروايات التجسيمية الأسطورية سواء كانت في اليقظة أو في النوم أو في الآخرة، فكلها مخالفة للتقديس والتنزيه، لأن التيمية دائما يحتجون عليكم ويتغلبون عليكم عادة في رؤية الآخرة التي تتحرجون وتخافون إنكارها وإبطالها، فعليكم طرح كل روايات التجسيم ما دامت تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى في التقديس والتنزيه. وإن كان الراوي مسلما أو البخاري فضلا عن غيرهما فلا قدسية إلا لكتاب الله تعالى ولا قدسية إلا للتقديس والتنزيه الإلهي. ثالثا وكما قلنا لا فرق بين اليقظة والنوم في مخالفة التنزيه والتقديس والهتك بالذات الإلهية المقدسة واستلزام الشرك والوثنية وانفتاح أبواب التغرير والتضليل الشيطاني على مصاريعها. وأقول هنا إن شيخ المجسمة الحشوي يؤكد على إمكان أن يرى الله على كل حال وفي كل صورة، يعني مليارات الصور لله بحسب مستويات الإيمان والكفر للناس وحسب الأجناس والأعراق والمواطن والأماكن والأزمان، ومع التعدد مرات النوم لكل إنسان طول حياته فإن مليارات 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 الصور للرب. والآن التيمية لا مشكلة عندهم في هذا، ولكنهم يفكرون كيف يمكنهم عمل مليارات محفظات وألبومات للصور وتصنيفها بحيث يسهل على أي إنسان الوصول إليها حتى مع عدم وجود النت أو الحواسيب وغيرها من أجهزة إلكترونية. رابعا أقول نعم هذا ما يزعمه ابن تيمية وما يستلزمه حشو كلامه
الخرافي، إنها مليارات الصور التي يراها الناس في النوم وكلهم يقول رأيت الله وهو الله كما يدعي ابن تيمية، وكلهم أو جلهم أو الكثير منهم يعني المليارات سيتكلمون مع الله ويسمعون من الله فضلا عن مشاهدة حركات وتصرفات وموقف ومواقف الله في النوم. خامسا، نعم كلهم سيدعي ويؤكد ويصدق ما شاهده وسمعه من الله، فكلهم قد أوحي إليه بالنوم وفي النوم، وكلهم صادقون لأنهم رأوا الله كما يدعي ابن تيمية، وكل واحد حسب مستواه طبعا. ولا يعقل أن الله تعالى يكذب عليهم، ويستحيل أن يكذب عليهم في فعله أو موقفه أو كلامه. إنها الوثنية من أوسع الأبواب ومن كل منافذ الشيطان وكل شياطين الإنس والجان. سادسا، إنها الوثنية والخرافة والخزعبلات الأسوأ الأفحش على طول التاريخ. فيصدق عليك يا تيمية ما قلته أنت بنفسك، فأدنت به نفسك قبل غيرك، حيث قلت وهذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل، فهذا ينطبق عليك بالأولى من غيرك وبالأولوية القطعية ينطبق عليك، فهنيئا لأتباعك بأجهل جاهل وبأبطل باطل. وأما فحشك وفحش أئمتك وقولك كم تدحض في بولك، فنترك للإنسان المنصف تصديق هذا الفحش وتطبيقه ومعرفة من الأولى في جريان هذا المعنى الفاحش، أشيخ التيمية وأئمته الأمويون أم أو المعارض. المقطع الثامن، قال شيخ التجسيم: فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض الزندقة. وكذلك روى معاذ بن جبل أو معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة. فحين وجد هذا لمعاذ كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ. فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات. أقول رواية معاذ لم تكن نسا في المعنى فهي ظاهرة فيه، وهذا واضح عند كل إنسان سوي، فليس في الرواية ما يدل على النوم، أي هي إما نص في خلاف ما يريد ابن تيمية أو هي ظاهرة في خلاف ما يريد ابن تيمية. ورواية معاذ لم تكن نصا في المعنى فهي ظاهرة فيه، وهذا واضح عند كل إنسان سوي، فليس في الرواية ما يدل على النوم، فعبارة ثم وضعت جنبي لا تدل على النوم إلا بتأويل. وإذا أولت يا تيمية فأنت جهمي، أنت زنديق، أنت كافر، أنت مرتد، أنت وثني، أنت ساحر كما تتهم الآخرين. فليس في الرواية ما يدل على النوم فعبارة ثم وضعت جنبي لا تدل على النوم إلا بتأويل، خاصة مع وجود قرينة فأتاني ربي، وهذه صالحة لترجيح اليقظة عند النوم، لأنه حال النوم يناسبه مثلا نمت فرأيت ربي، أو رأيت في النوم أني جالس في حديقة فأتاني ربي. أما وضعت جنبي فليس فيها ما يدل ولا ما يرجح النوم، بل عادة ما يكون وضع الجنب السابق للنوم فيه نوع تفرغ وخلوة وانقطاع فيناسبه فأتاني، فيترجح حال اليقظة على النوم. وعليه بلسانك أقول لك يا شيخ تيمية، لماذا تؤول يا جهمي أنها رواية لا إشارة فيها إلى النوم والقرين على خلافه، فلماذا تؤول تأويلا فاسدا باطلا وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفتري عليه بأنه لا يفرق بين حال نومه ويقظته، زاعما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في حال نوم ورأى في نومه لكنه أخطأ
لكنه أخطأ وغفل واشتبه ونسي، فادعى حسب ظاهر كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة رأى ربه، فلماذا هذا التأويل والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا تيمية؟ فلماذا هذا الجنون والخرافات التي ذهبت إليها؟ فأليس كلام المعارض وادعاؤه أقل ضلالا مما تدعيه أنت من خرافات وخزعبلات ودواعي الوثنية الأسطورية؟ المقطع التاسع قال: لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات فزعمت أن الله بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة في اليقظة كلمته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ربي، غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها، غير أنك تكلمت على حد الحوار آمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك. إلى هنا بهذا المقطع أقول، وفي هذا المقطع انتهت مقتبسات بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع من 238 إلى 249. على هذا المقطع أقول بكل تأكيد أن تيمية عبر صدقا عما يقوم به هو بنفسه وما وقع فيه من اضطرابات وتناقضات دائمة في كتاباته وأفكاره، والتي ترجع إلى ما قاله أنك تكلمت على حد الحوار. هذا يكون الكلام موجه للتيمية بالأولى من المعارض. أنك يا تيمية تكلمت على حد الحوار، دائما تتكلم على حد الحوار أمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك، فأخذته العزة بالإثم ونسي أن حبل الكذب قصير، وأن الحق يدمغ الباطل، وأن كلمة الله هي العليا. فأنت يا تيمية أولى قطعا وجزما ويقينا من المعارض في انطباق ما قلته عليه من عبارات الجنون والخرافات والضلالات، وأجهل جاهل وأبطل باطل، وكم تدحف في بولك، فأنت أولى بها من المعارض بمليارات مليارات مليارات المرات، وما بعد الحق إلا الضلال. انتهى الكلام في الأسطورة 32. الأسطورة 33: أهل التنزيه ونفي الجسم وأهل إثبات الجسم التيمية. أهل التنزيه ونفي الجسم، يعني أهل التنزيه وأهل نفي الجسم، أو أهل التنزيه هم أهل نفي الجسم، وأما أهل الإثبات هم أهل الجسم، وأهل إثبات الجسم التيمية. هذه لدفع شبهة، لأنهم دائما يعطون العنوان المخالف لما يعتقدون به، يهمون المقابل، يتهمون المقابل بما هم يعتقدون به. فهذه الأسطورة أهل التنزيه ونفي الجسم نقاط، وأهل إثبات الجسم التيمية، سيتبين المعنى خلال الشرح. أقول الإمام الرازي ألف أساس التقديس وأهدى نسخة منه إلى ملك الشام، وأرفقه بمقدمة أو رسالة فيها ذكر سبب تأليف الكتاب، مع بيان كونه أرسله هدية للملك، مع عبارات مديح وتمجيد له ولعدالته واستتباب الأمن في البلاد في عهده. هذا الذي فعله الرازي. يأتي ابن تيمية يرد على الكتاب وحتى على مقدمة الكتاب، ولنطلع على مقطعين للرد في هذه الأسطورة، سنطلع على مقطعين، المقطع الأول والمقطع الثاني. المقطع الأول: قال شيخ تيمية: وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم، لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلا، وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو الفساد. وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه وأهداه له، أي فصنف الرازي كتابه وأهداه له، ظنا أنه بجاهه ينتشر، يعني الرازي
ظن بأنه بجاه الملك العادل ينتشر الكتاب، فصنفه وأهداه له ظنا أنه بجاهه ينتشر، واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي. أيضا كان يعتقد الرازي بأن هذا الملك سيختار مذهب أهل النفي. من هو أهل النفي؟ لاحظ أنا هنا ذكرت أهل النفي هم أهل التنزيه، لاحظ اختار هذا العنوان، أهل النفي هم أهل التنزيه. نعم هم ينفون الجسمية، وأهل الإثبات هم التيمية الذي يثبتون الجسمية لله سبحانه وتعالى. يقول ظنا أنه بجاهه ينتشر الكتاب، واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، ولم يكن الملك من هؤلاء النفاات، إلى أن قال فلعله كان في بعض حاشيته من يميل إلى النفي، وكان للرازي من الشهرة ما أوجبه استعانة النفاات به، والله أعلم بأمثال هذه الأحوال. بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول وليس السابع، هنا الكلام الجزء الأول يعني كلام في المقدمة. بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 13. أقول أولا التهمة جاهزة على كل حال، سواء قصد الرازي وأمثاله وجه الله أو قصد الدنيا والعلو في الأرض والفساد، فعلى كل المحتملات فهو قد كتب كتابه على عادته وأمثاله، كما يعبر ابن تيمية، فهو قد كتب كتابه على عادته وأمثاله، فهو قد كتب كتابه على عادته وأمثاله، أي وعلى عادة أمثاله من تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم، لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان كلامهم أو باطلا. هذا أولا. ثانيا الوهم والتعارض والتناقض موجود كالعادة في كلام ابن تيمية، فقد بدأ كلامه بالافتراء على الرازي أنه صنف كتابه لعظيم من عظماء الدنيا وهو الملك لينفق كلامه بجاه الملك فيحصل له الشياع والشهرة، لكن سرعان ما ناقض نفسه فذكر وأقر أن للرازي شهرة كبيرة إلى المستوى الذي أوجب على بعض أهل نفي الجسمية من حاشية الملك الاستعانة بالرازي لما للرازي من شهرة. فهل هو كتب لعظماء الدنيا طلبا للشهرة، أو هم استعانوا به لشهرته العظيمة؟ يا تيمية، يا أتباع تيمية، يا أصحاب العقول المتحجرة، بينوا لنا، وضحوا لنا، هل هو عنده شهرة فهم استغلوا شهرة الرازي، الحاشية استغل شهرة الرازي، أو الرازي ليس عنده شهرة وكتب للملك حتى يشتهر ويحصل على الشهرة له ولكتابه؟ قال الذهبي في سيرة أعلام النبلاء فخر الدين الرازي، يقول العلامة الكبير، أي عن فخر الدين الرازي يحكي في سيرة أعلام النبلاء، يقول العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر، كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، ولد سنة 445 هجري، واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري، أي في إيران طهران، وانتشرت، ويقولون أنتم مجوس وفرس وأنتم إيرانيون وأنتم صفويون، يقول واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا. التفت الذهبي من أصحابهم من أئمتهم، يقولون تاب في آخر زمانه وكتب رسالة إلى ابن تيمية يوبخ ابن تيمية، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا، يقول وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا، وكان يتوقد ذكاء. ومن الكتب يذكر الكتب وجد التفسير الكبير وأساس التقديس. ثالثا يجب على كل عاقل الالتفات دائما والحذر من التدليس الدائم المحترف إلى مستوى قلب الأذهان غير الواعية والجاهلة، ومن التدليس في هذه العبارة أنه ذكر أهل النفي في مقابل أهل الإثبات، والنفي والإثبات المميز بين الاتجاهين الاعتقاديين يتعلق بالجسم والجسمية والتجسيم، فالجهمية نعم هم أهل النفي للجسم والجسمية والتجسيم، فهم أهل التنزيه والتقديس. إذن الجهمية
هم أهل النفي للجسم والجسمية والتجسيم، وهم أهل الإثبات للتنزيه والتقديس. في مقابل التيمية، التيمية أهل إثبات الجسم والجسمية والتجسيم، وهم أهل نفي التقديس والتنزيه. فالجهمية هم أهل النفي للجسم والجسمية والتجسيم، فهم أهل التنزيه والتقديس. في مقابل التيمية أهل إثبات الجسم والجسمية والتجسيم، فهم المشبهة والمجسمة، وهم أهل نفي التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى. ينفون التنزيه لله وينفون التقديس لله. المقطع الثاني. ثم قال تيمية: وقد ذكر الرازي في خطبة كتابه ما هو من جنس خطب الجهمية. يقول ابن تيمية، يقول لا زال الكلام في المقدمة، يقول: وقد ذكر الرازي في خطبة كتابه ما هو من جنس خطب الجهمية التي كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي داود على طريقة بشر المريسي وذويه. فقال في خطبته، ماذا قال الرازي؟ هذا يقول على أسلوب المريسي، على أسلوب بشر المريسي. ماذا قال؟ قال في خطبته هذا الرازي، قال: المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه. المتعالية عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه. يقول ابن تيمية: وهذا حق. ثم قال: فاستواؤه، لاحظ التأويل عند الرازي، يقول معنى الاستواء، يقول: فاستواؤه قهره واستيلاؤه، ونزوله بره وعطاؤه، ونزوله بره وعطاؤه، ومجيئه حكمه وقضاؤه، ووجهه وجوده أو وجوده وحباؤه، وعينه حفظه، وعونه اجتباؤه، وضحكه عفوه أو إذنه وارتضاؤه، ويده إنعامه، وإكرامه واصطفاؤه. هذا من الذي يذكر؟ ابن تيمية ينقل عن الرازي، يقول الرازي يقول هذا لا يرضى بهذا الكلام. هذا في بيان تأويل الجهمية، قلنا الجزء الأول في صفحة 14. أقول: نترك الحكم لكل من يملك العقل والفكر ولو الحد الأدنى منه، وليقرر مع من يكون، هل مع أهل التنزيه والتقديس وتأويلاتهم الموافقة للذوق والعقل والشرع، أو يكون مع الرب الشاب الأمرد أبو رأس الوفرة الجعد الضاحك أبو الضروس والأسنان والأنامل والأصابع واليدين والركبة والقدمين، القائم القاعد الجالس الماشي المهرول النازل الصاعد، المحب للمزاح والتنكر بكل أنواع الصور والأشكال. انتهى الكلام في هذه الأسطورة. أسطورة 34 داعش. نقطتان، أي يعني داعش، يقول داعش لسان الحال داعش: الأرض مسطحة ثابتة، نقاط، الشمس تدور حولها. الأرض مسطحة ثابتة، الشمس تدور حولها، فيها 1 و2 و3 و4 و5 و6، سنرى إلى أين نصل. 1: الأرض مسطحة وليست كروية حسب مباني أتباع ابن تيمية، والمسألة ليست بحديثة. فنسبة عنوان هذه الأسطورة إلى داعش ليس فيه ما يخالف الواقع، لأنهم من أتباع تيمية ومن مقلدي تيمية كما هو معروف وكما هو ثابت، فلا إشكال في هذا. 2: منذ أكثر من 700 سنة وثق القحطاني في نونيته، النونية القحطانية، وهي منظومة نونية ألفها الإمام القحطاني الأندلسي، منذ أكثر من 700 سنة وثق القحطاني ذلك، أي وثق القحطاني عدم كروية الأرض. إذن منذ أكثر من 700 سنة وثق القحطاني عدم كروية الأرض في نونيته، النونية القحطانية، وهي منظومة نونية ألفها الإمام القحطاني الأندلسي. تنهج منهج أهل السنة هذه المنظومة،
تنهج منهج أهل السنة والجماعة كما يكتبون ويعبرون عنها في مجمل مسائل الاعتقاد والعمل. ولقد زكى القصيدة ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. ثلاثة، ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية في نونيته امتدح نونية القحطاني وناظمها، أي امتدح النونية والقحطاني، حيث قال ابن الجوزية: لقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. من الذي يقول؟ ابن القيم تلميذ ابن تيمية هو الذي يقول عن نونية القحطاني، يقول: ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. كما أنه، أي الجوزية، كما أنه ضمن أشطارا كثيرة في نونيته، الجوزية عنده أيضا نونية، فضمن أشطارا كثيرة في نونيته أخذها من نونية القحطاني. أربعة، السلفيون المعاصرون وبالتأكيد دواعش الفكر المارقة منهم بالكل تأكيد بل على رأسهم، السلفيون المعاصرون وبالتأكيد دواعش الفكر المارقة اهتموا جدا بنونية القحطاني، فلذلك يقاتلون عن عقيدة، يذبحون الناس عن عقيدة، عندهم عقيدة فاسدة ويعتقدون بأن المقابل كافر على أساس هذه القاعدة، على أساس هذه العقيدة الفاسدة، يعتقدون بأنهم أهل التوحيد ولكن الناس أهل الشرك والوثنية والسحر، فيقتلون الناس على هذا الأساس. فنحن عندما ندعو إلى الجانب الفكري حتى نقلل من عدد الذين يخدعون ويغرر بهم، حتى يقل عدد الملتحقين بتيار الكفر والإرهاب، إذن اهتموا جدا بنونية القحطاني، فشرحها العديد منهم، بعضها صوتي، بعض الشروحات بعضها صوتي والبعض الآخر مطبوع، ووجدت أحدها بعنوان الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني، لاحظ عناوين رنانة، الفتح الرباني في شرح نونية القحطاني جمال بن رفاعي منشورات مكتبة الإيمان، وكذلك قرأت أنه يوجد مخطوط في مركز الملك فيصل بعنوان تقريض ومدح نونية القحطاني لعلي بن سليمان، فصارت النونية تلقى قبولا واستحسانا من المعاصرين خاصة أتباع محمد بن عبد الوهاب. خمسة، القحطاني في قصيدته نص على عدم كروية الأرض وأكد على أنها مسطحة بدليل قرآني واضح صادق، بل أنه اعتبره أن ذوي النهى العقلاء يقولون بأنها مسطحة، ما هو دليلهم؟ يقول بدليل القرآن. ومما جاء في النونية القحطانية، ماذا قال القحطاني في نونيته؟ كذب المهندس والمنجم مثله، كذب المهندس وكذب المنجم، كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان. أريد أن أرى أي مهندس حمار أجلكم الله يلتحق به هذا الخط وهو كاذب، المهندس الحقيقي الذي حصل على شهادة والمهندس الذي يسلك أسلوب المنطق والأسلوب الرياضي في التعامل مع الأشياء والحقائق والوقائع والتصديق بها أو التكذيب بها على هذا الأساس. من عنده عقل؟ من عنده عنوان ثقافي، عنوان علمي، تحصيل علمي، يعتقد بهذا الجهل وبهؤلاء الجهال؟ يقول: كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان، الأرض عند كليهما كروية، عند المهندس والمنجم الأرض كروية، الأرض عند كليهما كروية، وهما بهذا القول مقترنان، والأرض، لاحظ، وهما بهذا القول مقترنان. لماذا يقول هذا؟ لاحظ، هذا منبع تكفير، وهذا منبع وأصل، هذا أصل من أصول قتل الناس وتحريق الناس وقطع الرقاب. عندما يمسك الصوفي أو يمسك أي إنسان من الرافضة، من الشيعة، من المعتزلة، من الأشاعرة، لاحظ، ما دمت، هذا أبسط شيء، ما دمت لا تقول بعدم كروية الأرض، ما دمت لا تقول بأن الأرض مسطحة، فحالك حال المنجم. فلذلك عندما يمسكون الشيعي
الصوفي الأشعري المعتزلي غير هؤلاء. أول تهمة هي ساحر دجال صاحب خرافة منجم، لأنه قرن بين المنجم وبين المهندس، بين المنجم وبين الذي يستك سلوك الإنسان الذي أنعم الله عليه بالعقل. يقول الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولنها لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن، والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. يعني يقول ليس مرة واحدة وإنما تبيان واضح جلي أنها مسطحة. بعد هذا يرد على من يقول بأنها كروية: أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان، أم يخبرون بطولها وبعرضها، أم هل هما في القدر مستويان، أي الطول والعرض متساويان، أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان. لاحظ أنا لماذا قرأت هذه الأبيات الإضافية، أريد أن أبين لكم، لاحظ الجاهل سواء كان من أتباعهم أو من غير أتباعهم عندما يقرأ يجد مجموعة من الأبيات كلام مرتب مزواق مزغراف، فالجاهل لا يعلم بأن هذا هو حشو الكلام، هذا هو اللهو، هذا يكشفه الإنسان المؤمن، الإنسان المنصف، الإنسان الذي يستخدم العقل ويفكر بالعقل، الإنسان المبتعد عن التعصب والطائفية وعبادة الأشخاص، لأن التصديق بهؤلاء خلاف البديهة، خلاف العقل، خلاف الإنسانية. لاحظ يأتي بحشو كلام لا علاقة له. يعني الآن عندما تصدق أنت أو تعتقد بكروية الأرض، فالاعتقاد بكروية الأرض هل يحتاج إلى ما قاله الآن؟ يقول أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان، أم يخبرون بطولها وبعرضها، أم هل هما في القدر مستويان، أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان، أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان، أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان. الله أحكم خلق الله، الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. هذا كله حشي كلام. أنا قلت له أقول لكم لماذا أقول رد عليهم، هذا يعتبرون هذا رد، هذا عندنا اذرع واشبر وخذ، هذا هو حشي الكلام، ما علاقة هذا بذاك. يعني الآن أنا سأقول لهم، نقول يوجد في القرآن يوجد دليل، الآن ليس لنا كلام مع هذا الأمر، نتحدث عن هذه الأبيات. الآن أقول لو قال شخص بأن الأرض مسطحة ليست بكروية، شخص يأتي يقول الأرض مسطحة، نفس الكلام يرد عليه، نقول له من أين عرفت أنها مسطحة؟ نقول لك أحاط بالأرض المحيطة علمهم حتى تقول مسطحة، أم بالجبال الشمخ الأكنان، أم يخبرون بطولها وبعرضها حتى تقول مسطحة، أم هل هما في القدر مستويان، أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان، أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان، أم هل لهم علم بعد ثمارها حتى تقول أنها مسطحة. أيها المسطح، يا عقل المسطح يا تيمية، ليس المسطح الذي يقول مسطحة، لا يوجد شخص من يقول بمسطحة إلا من كان عقله مسطحا. أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان. الله أحكم خلق ذلك كل، الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. فهذا الحشو حشو الكلام هذا يقال على الذي يقول بالكروية والذي يقول بأنها مسطحة، نفس الكلام يجري عليه، لاحظوا هذا حشو الكلام لا علاقة له بالموضوع، لكن تيمية وخط التيمية يعرفون، لاحظ نفس الأسلوب، نفس الأسلوب، يعني من الأئمة هذا هو أسلوبهم، يعني يدرسون أصحابهم على التدليس، هذا هو شغلهم، كيف يخدع المقابل، كيف يغرر بالمقابل. لاحظ هذا حشو الكلام، هذا أسلوبهم دائما، تشويش على فكر المقابل بحشو الكلام، تشويش على فكر المقابل بتكفير
الخصم تشويش على فكر المقابل بأنه هو حق وجنة، وفي مقابل هذا الكفر والإشراك، يعني عناوين براقة لإرهاب المقابل، يعني إرهاب فكري وإرهاب نفسي قبل الدخول في الكلام والبحث والنقاش والقراءة. ستة أو السادس، المسألة خلافية قديمة ولا إشكال في وجود مثل رأي القحطاني. لاحظ نحن أيضا ليس عندنا مشكلة، القحطاني قلنا قبل أكثر من 700 عام قال كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان، الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولي النهى لسطيحة بيليل صدق واضح القرآن، والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. لاحظ إلى هنا أقول المسألة خلافية قديمة لا إشكال في وجود مثل رأي القحطاني وباقي أئمة التجسيم، هذا قلنا السادس. ستة أو السادس، المسألة خلافية قديمة ولا إشكال في وجود مثل رأي القحطاني وباقي أئمة التجسيم التيمي بعدم كروية الأرض، خاصة مع ملاحظة منهجهم في رفض وتكفير التأويل والمؤولة، لكن العجب وكل العجب من أتباعهم في هذا الزمان عصر العلم والتكنولوجيا، حيث يرفضون ويكفرون العلم وما جاء به، فيصرون على رأي القحطاني ويرفضون الواقع العقلي والحسي، لأنهم جمدوا وحجروا عقولهم فصاروا يرددون كالببغاوات ما قاله أئمتهم في سالف الزمان. وهنا أيضا نحترم اختيارهم وحتى إلغاؤهم لعقولهم تقديسا لأئمتهم، فإننا نحترمهم عليه لأنه اختيارهم وبمحض إرادتهم، لكن ما لا يقبل أبدا أن يأتي مثل هؤلاء الجهال بعقول متحجرة فيكفرون الآخرين ويبيحون دماء كل من يخالفهم في سفاهاتهم وسفاسفهم. هذا أولا، انتهينا من في هذه الأسطورة. ثانيا، في كتاب الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، هذا كتاب، ما هو الكتاب؟ هذا اسم الكتاب. لا زال الكلام في أسطورة 34 داعش، الأرض مسطحة ثابتة والشمس تدور حولها. الآن مر علينا الأرض مسطحة، الآن ثابتة والشمس تدور عليها. هنا في ثانيا، إذن في كتاب اسمه عنوانه الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 1395 هجري، وفي الصفحات من 23 إلى 39 حسب النسخة الموجودة. قال مؤلف الكتاب ابن باز، عدة مقاطع عدة خطوات، قال ابن باز الأول، قال وكما أن هذا القول الباطل، أي قول يقصد ثبوت الشمس ودوران الأرض. الآن يعني كل منكم يعجب، ما هو الغرض من هذا الكلام؟ يعني لا يصدق الإنسان أن يوجد واحد في هذا العصر وفي هذا الزمان يقول بأن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور حول الأرض، والليل والنهار بسبب دوران الشمس حول الأرض، أيضا نقبل بهذا، لكن مع هذا يكفر من يخالف هذا القول. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وكما أن هذا القول الباطل، يقصد ثبوت الشمس ودوران الأرض، مخالف للنصوص، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول. إصرار غريب، يقول وكما أن هذا القول، أي القول بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس، يقول مخالف للنصوص، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول وللواقع، ومكابرة للمعقول والواقع، أو ومكابرة للمعقول. بعد هذا يكمل يقول والواقع لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة
وغاربة ويشاهدون الأرض قارة ثابتة. التفت جيدا إلى عبارته، دقق في العبارة، يقول ولم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية. ماذا يقصد بالجريان؟ يقول طالعة تطلع من الشرق وغاربة تغرب من جهة الغرب، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة، ويشاهدون كل بلد. أدلة عميقة ما شاء الله على هذه العقول، عميقة جدا، أدلة فلسفية معمقة جدا جدا جدا. يقول ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك الشيء، لم يتغير من ذلك شيء، ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك شيء، ولو كانت الشمس تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب. يعني لولا نخجل من المنبر وهيبة المنبر وقدسية المنبر ونزاهة المنبر لكان ضحكنا ضحك الله العالم بها على هذه العقول الفارغة وعلى هذه الأفكار المعمقة. أيها الداعشي، بدل أن تضع العبوة والسيارة المفخخة والأحزمة الناسفة وتفجر بين الناس والأبرياء في الأسواق في المجمعات في التكيات في المساجد في الحسينيات في بلاد الغرب في بلاد الشرق، تعال انسف هذه العقول المتحجرة من أصحابك، فجر هذه العقول، أفضل لك وأشرف لك وأقرب إلى الله. لماذا تذهب على الناس الأبرياء؟ لماذا تصدق بهذه الأحجار بهذه الصخور التي في الرؤوس؟ هذه هي الأولى بأن تفجر وتنسف. نحن نحتج عليهم بما يقومون به، لا ندعو إلى هذا، نحن نحترم بالرغم من هذه العقول المتعجلة. ماذا نفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا تعلمنا من الإسلام وأدب الإسلام. حتى الذي في عقله حجارة نحن نحترم هذه الحجارة التي في عقل هؤلاء التيمية. ولو كانت الشمس تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والنهار والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار. وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول تعدادها. لازال الكلام في كتاب الأدلة النقلية لابن باز. المقطع الثاني يقول قال المؤلف، المقطع الثاني أنا أقول قال المؤلف: ثم هذا القول مخالف للواقع المحسوس، فالناس يشاهدون الجبال في محلها، لم تسير أو لم تسير، فهذا جبل النور في مكة في محله، وهذا جبل أبي قبيس في محله، وهذا جبل أبي قبيس في محله، وهذا أحد في المدينة في محله، وهكذا جبال الدنيا كلها لم تسير أو لم تسير. وكل من تصور هذا القول يعرف بطلانه وفساد قول صاحبه، وأنه بعيد عن استعمال عقله وفكره، قد أعطى القياد لغيره كبهيمة الأنعام. والله أنتم أولى بها، أنتم أولى ببهيمة الأنعام. يقول هذا الذي يقول بأن الأرض تدور حول الشمس، يقول هذا قد أعطى القياد والقيادة لغيره كبهيمة الأنعام. فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم، ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقلاء إلى خلق البهيمة العجماء. ما هذه الجرأة؟ ما هذه الثقة؟ ما هذا العلم؟ يكفرون الناس ويجعلون الناس كالبهائم والعجماوات وهم أصحاب العقول المتحجرة. وتقول لماذا لا يقتلون الناس؟ لماذا لا يفجرون أنفسهم بالناس؟ طبعا يفجرون، لأنهم يعتبرون الناس كالبهائم والعجماوات، يعتبرون الناس زنادقة كفرة أهل ردة أهل وثنية، وهم بهذا المستوى من الجهل والتحجر والدعشنة الفكرية، فكيف تؤثر بهذا؟ لقد ابتلى الإسلام بمثل هؤلاء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا وكما بينا في بحوث الدولة المارقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ساعد الله الإسلام والمسلمين على هؤلاء المتحجرة، على هؤلاء الوحوش، على هذه الذئاب الإرهابية القاتلة. لاحظوا بهذا المستوى
يعني كل التهم كل الافتراءات هي بهذا المستوى. يعني هم دائما التفتوا جيدا أن نريد أن نتيقن من هذا الجميع من السنة ومن الشيعة تيقنوا أن هؤلاء المجسمة المشبهة كل أدلتهم هي عبارة عن حشو, هي عبارة عن لغو كلام كلها فارغة. يعني هل يوجد يعني أبده من هذا وأوضح من هذا؟ الأرض مسطحة, الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض, وفوق هذا يقولون نحن الحق ومن يقول بخلاف هذا فهو من البهائم والعجمات وهو زنديق وهو كافر وهو من أهل الإلحاد وهو مباح الدم والعرض والمال. يعني كيف تتفاهم مع هؤلاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هو نحن الأولى أن نكفر هؤلاء ونسفك دماء هؤلاء ونقول بإباحة هؤلاء هم وأعراضهم وأموالهم, لكن لا نقول بهذا لأن هذا ليس هو منهج الإسلام. نفس هذه العقول ونفس هذه الوحوش ونفس هذه الذئاب كانت اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم وحاربت علي عليه الصلاة والسلام وقتلت الخليفة الأول والثاني والثالث وقتلت علي عليه السلام. نفس هذه القلوب, نفس هذا الإجرام, نفس هذا الإرهاب. لكن ماذا فعل علي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل النبي سلام الله عليه؟ لم يفعل شيئا, قصاص شخص مقابل شخص, ضربة بضربة, ليس أكثر من هذا. لا يوجد عندنا تعامل وحشي إرهابي خارجي ناصبي داعشي بتكفير الجميع, النساء والأطفال وكل شيء. الحاكم إذا انحرف الحاكم باعتقادهم فكل الرعية يدخلون في عنوان الكفر فيحل دماء الجميع. هذا ليس من نهج الإسلام وليس هذا هو حكم الله. فلذلك بقي هؤلاء على طول التاريخ مع هذه العقول المتحجرة, مع هذه البلادة, مع هذا الغباء, مع هذه السفاهة, أبقاهم الإسلام ماذا يفعل معهم؟ هؤلاء أيضا بشر وكل شخص يأخذ الاستحقاق. لكن دعا الإسلام إلى التعلم, إلى التفقه, إلى التنبه, إلى التفكر, إلى التعقل, حتى لا ينخدع بمثل هذه الدعاوى الباطلة من هؤلاء الداعشين وأهل الدعشنة والمارقة الفكرية. فلذلك نحن نقول بأن الجانب الفكري, الحصانة الفكرية أولى من غيرها, تقدم على غيرها, تقدم على الجوانب الأخرى العسكرية وغير العسكرية. الجانب الفكري هو الأهم. من دينهم الغدر, يأتي معك ويحظى معك ويصلي معك وبعد هذا يفجر نفسه, سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب. فعندهم الغدر دين, فكيف تسيطر على مثل هؤلاء؟ إذن ليس عندك إلا تحسن الفكر حتى تقلل عدد من يلتحق بهذا الفكر الظلامي التكفيري. يقول فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم, ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقلاء إلى خلق البهيم العجماء. المقطع الثالث يقول ثم الناس كلهم يشاهدون الشمس كل يوم تأتي من المشرق ثم لا تزال في سير وصعود حتى تتوسط السماء, ثم لا تزال في سير وانخفاض حتى تغرب في مدارات مختلفة بحسب اختلاف المنازل, ويعلمون ذلك علما قطعيا بناء على مشاهدتهم, وذلك مطابق لما دل عليه الحديث الصريح, حديث سجود الشمس والآيات القرآنية. ولا ينكر هذا إلا مكابر. لاحظ هذا مكابر, قالوا هذا مكابر, قالوه على المعتزلة, قالوه على الأشاعرة, قالوه على الشيعة, قالوه على الصوفية. دائما نفس الكلمات تقال, من هنا تعرف بطلان ما يقول به التيمية وافتراءات ما يتم به ضد الآخرين. يقول ولا ينكر هذا إلا مكابر, ولا ينكر هذا إلا مكابر للمشاهد المحسوس ومخالف لصريح المنقول, إلى أن يقول هو توفى كان ضريرا. يقول وأنا من جملة الناس الذين شاهدوا سير الشمس وجريانها في مطالعها ومغاربها قبل أن يذهب بصري, وكان سني عند حين ذهب بصري 19 عاما. وإنما نبهت على هذا, يعني على ذهاب بصري, يقول وإنما نبهت على هذا ليعلم القراء أني ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني أو بعيني رأسه, ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني رأسه دهرا طويلا
والله المستعان. وبالجملة فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة. يعني الأدلة على بطلان هذا القول يقول الأدلة كثيرة متوافرة. فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة، قد سبق الكثير منها فراجح وإن شئت. المقطع الرابع، قلنا ونكرر ونكرر لا مشكلة عندنا أبدا مع رأيه واختياره، نحترمه وناقشه بالعلم المجادلة بالحسنة، لكن الطامة الكبرى أن يكون مثل هذا الجهل المطبق هو الذي يحكم بتكفير الناس وقتلهم وإباحة أعراضهم وأموالهم، حيث قال ابن باز في كتابه فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله. يقول فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله وكذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن قال هذا القول فقد قال كفرا وضلالا، لأنه تكذيب لله وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول، لأنه عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد صرح في الأحاديث الصحيحة أن الشمس جارية وأنها إذا غربت تذهب وتسجد، وأنها إذا غربت تذهب وتسجد بين يدي ربها تحت العرش، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكل من كذب الله سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام عليه وعلى عليه الصلاة والسلام فهو، التفت جيدا رتب على هذا الأمر، فهو كافر ضال مضل يستتاب، فإن تاب فبها وإلا قتل كافرا مرتدا. الآن يقولون لماذا الدواعش يسبون الناس النساء والأطفال ويدمرون كل شيء، يسرقون كل شيء ويدمرون كل شيء، هذه هي الفتوى. يقول فهو كافر ضال مضل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، كما نص على مثل هذا أهل العلم. من الذي نص؟ يوجد غير أئمة التكفير؟ لا يوجد غير أئمة الدواعش. التفت فقط أيضا، أريد أن أشير هنا، أريد أن أرجع إلى بعض العبارات التي ذكرها حتى لا نمر بخديعة من الجهال. التفت جيدا، هو تحدث عن أي شيء؟ هو بالذات تحدث عن شيء، ارجعوا إلى أيضا من يرجع يريد للتفصيل يبحث عن كتابه ويقرأ ماذا أراد. هو يريد أن يقول بأن الليل والنهار هو ناشئ من حركة الشمس، وتحدث عن هذا وكلامه واضح بأن الشمس تخرج من المشرق وتغيب من جهة المغرب، ويقول كلنا الكل الجميع المؤمن والكافر يشاهد الشمس تتحرك هذه الحركة. واضح المسألة أو لا؟ واضح المسألة. وعنوان الجريان وتجري وغير هذا يأتي به كعناوين و كأدلة، يقول أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تثبت هذا، ومنها عنوان الجريان. واضح؟ إذن هو عن أي جريان يحكي عن الشمس؟ عن أي جريان يحكي؟ عن جريان الشمس الذي يعتقد بأنه يولد الليل والنهار، يحكي عن جريان وحركة الشمس ودوران الشمس حول الأرض التي تشاهد كل يوم تشرق وتغرب. واضح أو ليس بواضح؟ التفت. إذن عندما هو ينكر ويتهم من ينكر جريان الشمس، إذن أي جريان يقصد؟ يقصد هذا الجريان الذي يتولد منه الليل والنهار، الذي شاهده وقبل أن يفقد بصره، الذي شاهده المؤمن والكافر كما يقول، الذي نحس به. هل يحتاج إلى أرجع إلى العبارات؟ قال مخالف للمشاهد المحسوس ومخالف للمعقول، مشاهد محسوس غير المخالفة للنصوص، مخالف للنصوص ومخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول. والواقع لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة. التفت جيدا، يقول كل
للناس، لا زال الناس يشاهدون المسلم والكافر يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة ويشاهدون الأرض قارة ثابتة. بالله عليكم أنا أسأل، من الناس يشاهد جريان الشمس؟ ليس هذا الجريان الذي يقصده حول الأرض، لا، وإنما جريان الشمس حسب العلم يقولون كل الكون يتحرك، كل الكواكب، بما في أنه المجموعة الشمسية أيضا هي تتحرك بنفسها، والشمس تتحرك بذاتها وبنفسها. من منكم يشاهد حركة الشمس؟ من منكم يشاهد حركة الشمس نحو المستقر لها؟ اللي يقصد هذه، من يشاهد هذا؟ من هو يكذب، يدعي خلاف الواقع. التفت جيدا، لاحظ عندنا حركة للشمس هذه ثابتة، ثابتة أين؟ ثابتة علميا، ثابتة بالواقع، ضمن حركة الكون، ضمن حركة الكواكب، ضمن حركة المجرات، ضمن حركة المجموعات الكوكبية والمجموعات الشمسية. نعم الشمس تتحرك، من الإعجاز القرآني عندما ثبت أو أثبت العلم هذه الحركة، قال العلماء بأن القرآن سبق هذا الاكتشاف العلمي وهذا الواقع العلمي، وتحدث عن حركة الشمس منذ أكثر من 1400 عام. إذن هذه أي حركة؟ هذه حركة الشمس التي هي ثابتة فعلا، وهذه لا يمكن أن ترى بالعين، وليست محسوسة لكل الناس، وليس من المشاهد المحسوس، وليست هي التي يشاهدها الناس المسلم والكافر، وليست على أساسها يحصل الشروق والغروب. التفت جيدا، إذن هو عندما يأتي بفتوى يقول الذي ينكر جريان الشمس وحركة الشمس فهو كافر، إذن أي حركة يقصد؟ إذن يقصد الحركة المعهودة، الحركة المذكورة، الحركة التي تحدث عنها، الحركة التي أشار إليها، الحركة التي أثبتها، الحركة التي أتى بأدلة عقلية ونقلية على وجودها، الحركة التي رتب عليها الليل والنهار، رتب عليها الشروق والغروب. أنا قلت هذا حتى لا يخدع من ينخدع، يقول هو قال جريان والقرآن يقول تجري لمستقر لها، إذن هو الذي ينكر تلك الحركة فهو مشمول بهذه الفتوى بأنه كافر وضال. لا يا أيها المتحجر، إنه لا يقصد هذا، إنه يقصد الحركة التي تحدث عنها، التي يشاهدها كل يوم، تشرق من هنا تتحرك وتنزل من الجانب الآخر من جهة الغروب، التي يترتب عليها الليل والنهار، فهذا الذي ينكر هذه الحركة يقول فهو كافر ضال مضل استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافر مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، كما نص على مثل هذا أهل العلم. خامسا، الخامس، أقول ليس من فراغ، بل له أساس وتنظير وإمام، بل وأئمة وتقديس أشخاص وإشراق جلي بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال ابن باز في المصدر السابق، لماذا هو لم يتنازع عن هذا ولم يرضخ للواقع وللحق؟ لماذا؟ لأنه عند قول ابن تيمية لا يريد أن يكسر ابن تيمية، عنده قول ابن كثير وابن القيم لا يريد أن يكسر قول هؤلاء. لماذا؟ لأنه لو كسر قول هؤلاء، لاحظ بهذا يفكر، تأخذه العزة بالإثم، لأنه كسر قول هؤلاء في مقام ينفي كل شيء، يهدم كل البناء، يرجع الصوفية على حق، ويرجع الأشاعرة على حق، ويرجع المعتزلة على حق، ويرجع الشيعة والرافضة على حق، ويرجع غير هؤلاء على حق، وهم يكونون على باطل. من أوضح الآيات مما أجمعوا عليه أثبت الواقع خلاف ما أجمعوا عليه. فإذا كما قلنا سابقا، كل إجماعات ابن تيمية، هذا على نحو المبالغة نقول، يعني كل، يعني توقع دائما كل الإجماعات هي باطلة، فكل إجماعات ابن تيمية، أكثر جل إجماعات ابن تيمية عبارة عن ادعاءات كاذبة، ادعاءات كاذبة لا حقيقة لها، وهذا من الإجماعات الباطلة مخالف للواقع، وما هذا يصرون عليه. إذن قال ابن باز في المصدر السابق يقول أجمعت آراء السلف من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم الذين أجمعوا على ثبوت الأرض. إذن هذا هو القرآن، هذا هو قرآنهم وانتهى الأمر. أما تأتي بآيات تدل على جريان الأرض وسير الأرض ودوران الأرض وكروية الأرض، هذا غير مقبول. ما دام قرآن التيمية
القرآن الدواعش ثابت عند ابن تيمية، عند ابن كثير، عند ابن القيم. هؤلاء هم الآلهة، هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم الأنبياء، وانتهى الأمر. وفي هداية الحيران في مسألة الدوران عبد الكريم بن صالح الحميد لحميد لحميد قال: أما بعد، فإن مما عمت به البلوى في هذا الزمان دخول العلوم العصرية على أهل الإسلام. لاحظوا، يحاربون العلوم العصرية. هذا يعطيك إشارة. الفلسفة، علم الكلام، التفت المنطق، الرياضة، هذه العلوم عندهم هي عبارة عن علوم عصرية في كل زمان، هي تعتبر عصرية في زمنها في وقتها. فمن يسلك هذا الطريق، الحكم الأول هو زنديق وكافر. إذن الرازي زنديق وكافر، الشيخ الرئيس زنديق وكافر، الفارابي زنديق وكافر، المعتزلة زنادقة وكفار، الأشاعرة زنادقة وكفار، الشيعة الرافضة زنادقة وكفار. حتى لاحظ نصل إلى هذا الأمر، علي بن أبي طالب زنديق وكافر، لأنه عندما ترجع إلى ما قاله علي سلام الله عليه في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة، فإن المعتزلة وغير المعتزلة لم يخرجوا عن ما قاله علي، في كثير من ما قاله علي لم يخرجوا عنه. فالتيمية يقنون يقينا بأن علي سلام الله عليه هو زنديق وكافر، لأنه يقول بالتنزيه والتقديس. إذن يقول: فإن مما عمت به البلوى في هذا الزمان دخول العلوم العصرية على أهل الإسلام من أعدائهم الدهرية المعطلة، فأنت دهري معطل، ومزاحمتها لعلوم الدين. وهذه العلوم قسمان، القائل من؟ القائل عبد الكريم في هداية الحيران. يقول القسم الثاني: علوم مفسدة للاعتقاد، مثل القول بدوران الأرض وغيره من علوم الملاحدة. لكن موضوع البحث هنا هو القول بدوران الأرض. جاءت هذه النظرية الفاسدة الباطلة من قوم لا يقرون بوجود الله الخالق، فهم لا يعتمدون على وحيه لمعرفة مخلوقات الله، فعمدتهم في أبحاثهم عقولهم القاصرة وفهومهم الخاسرة، وقد فتن بهم المسلمون. فتن المسلمون بالعلم والعلماء وبالتكنولوجيا وبالمعلومات العلمية. وقد فتن بهم المسلمون أي فتنة، وقد فتن بهم المسلمون أي فتنة. ومن طلب الهدى في غير وحي الله عز وجل فقد ضل، وإن ادعى أنه وأنه وأنه. فحقيقة الأمر أنه هذا الكلام له هو الذي يقول: وإن ادعى فقد ضل، وإن ادعى أنه وأنه. أيضا نداء، كلام، توجيه، نصيحة للداعين، للدعاة في الخارج الآن، من يكون لهم الهمة والعمل والسبب في هداية الآخرين، يتحدثون عن قرآن وعن علوم قرآن وعن إعجاز قرآني، فأنتم تكونون من أكبر المنافقين عندما تهدون الآخرين إلى الإسلام وأنتم تعتقدون بإمامة هؤلاء، وأنتم تتبعون هؤلاء وأمة هؤلاء. هؤلاء إذن على حساب هؤلاء وتقييم هؤلاء أنتم منافقون، أنتم ضالون، أنتم كفرة، أنتم زنادقة، أنتم ملاحدة. فكيف تعتقدون بإمامة هؤلاء التيمية أئمة التكفير والإرهاب؟ فصححوا اعتقادكم، لا أجر لكم أبدا، صححوا ما تعتقدون به، تبرعوا من هذا، تبرعوا من هؤلاء الزنادقة، من هؤلاء أئمة التجسيم، من هؤلاء المكفرة، من هؤلاء أهل الإرهاب، تبرعوا منهم. وقد فتن بهم المسلمون أي فتنة، ومن طلب الهدى في غير وحي الله عز وجل فقد ظل، وإن ادعى أنه وأنه. فحقيقة الأمر أنه طلب الهداية لمعرفة مخلوقات الله ممن لا يعرف الله ولا يعترف بوجوده كما يصرحون بذلك، فهم دهرية معطلة. كيف يوفقون أو يوفقون لعلم صحيح، كيف يوفقون لعلم صحيح في أشياء لا تعرف حقائقها إلا بواسطة العلم الذي أنزله خالقها وموجدها وخالق كل شيء؟ حشو كلام يسري على الجهال. يقول: إلى أن قال: واعتقاد دوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان من القرود بكثير. يعني الذي يقول، التفت جيدا حتى نؤكد على هذا الأمر، لاحظ ما هو الملاحظ هنا، الملاحظ هنا
الليل والنهار هل من دوران الأرض أو من دوران الشمس حول الأرض حتى نقطع ألسنة المنافقين عبدة الأشخاص. إذن ابن باز كفر من؟ كفر الذي يقول بثبوت الأرض وكفر الذي يقول بدوران الأرض وترتب الليل والنهار على دوران الأرض، كفر الذي يقول بثبوت الشمس بحيث لا تتحرك الحركة التي تدور فيها حول الأرض كل يوم ويتحقق الليل والنهار على أساس هذه الحركة، وهذا الذي أيضا يقول به هذا هو يؤكد هذا. هذا الثاني يؤكد ما قاله وهو في هداية الحيران لعبد الكريم، يقول واعتقاد دوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان الذي يعتقد بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس بالعكس الشمس تدور حول الأرض. الذي يعتقد بأن دوران الأرض حول الشمس فهذا اعتقاده عند هؤلاء التيمية، عند هؤلاء أتباع محمد بن عبد الوهاب، عند هؤلاء أئمة الدواعش ودولة الدواعش المارقة. يقول واعتقاد دوران الأرض عند هؤلاء اعتقاد دوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان من القرود بكثير. يقول هذا الأخير تسلسل الإنسان من قرود، هذه نظرية التطور، هذا الأخير فرع من الأول، وإنما الذي اتضح للناس أكثر بطلان تسلسل الإنسان من القرود. يقول ذلك اتضح والتمس عليهم أمر دوران الأرض لأنه تصدى لترويجه كتاب ممن ينتسبون للإسلام، ممن ينتسبون ليسوا من الإسلام كما قلت لكم أيها الدعاة، هؤلاء يتهمونكم بأنكم لستم من الإسلام. يقول لأنه تسبى لترويجه كتاب من ينتسبون للإسلام تأولوا كثيرا من أدلة الكتاب والسنة زاعمين أنها تؤيد هذا القول ولا تعارضه. وأقول هذا مثل واضح بسيط يؤسس ليقينية جهل هؤلاء وعبادتهم للأشخاص واستكبارهم إلى حد الفضيحة والخزي، كل ذلك من أجل عدم تخطئة أمتهم من حارب التأويل وكفر أهل التنزيه والتقديس وسفك دماءهم وانتهك أعراضهم وسلب أموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.